أهلا وسهلا متابعينا الكرام، سعيد بلقياكم في هذه النشرة الإخبارية، وهذا عنوانها: طفل صغير يشعل النار بمنزل عائلته. ولكن قبل ما نبداو، لا تنساوش ديروا جيم الفيديو وتشتركوا في القناة باش ديما يوصلكم جديد الأخبار المغربية. والآن إلى التفاصيل. تسبب طفل صغير يبلغ من العمر 10 سنوات في اندلاع حريق مهول بمنزل عائلته في سبت القردان بإقليم تارودانت، ما تسبب في حالة من الاستنفار. وحسب مصادر مطلعة، فإن الطفل البالغ من العمر 10 سنوات أبرم النار عمدا في فراش الصالون الذي تحول إلى رماد قبل أن تتمكن الوقاية المدنية من احتوائه قبل أن يمتد لباقي أرجاء المنزل. ذات المصادر أوضحت بأن مصالح الوقاية المدنية تمكنت من إخماد الحريق الذي لم يتسبب لحسن الحظ في أي خسائر بشرية، ما عدا الخسائر المادية الكبيرة.